بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الزملاء محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي وإفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. كنا في الحلقة السابقة قد انتهينا من سلسلة حلقات التطليق بأنواعه وأسبابه، وقد تحدثنا في كل حلقة عن سبب التطليق وشروط كل دعوة على حدة وكيفية تحرير صحيفة الدعوة. وتلقيت كما تلقيت العديد من الاعتراضات من الأزواج في تعليقاتهم على الحلقات بادعاء أنني أبحث الموضوعات من طرف الزوجة، لكن أنا أبحث الموضوعات من الناحية القانونية دون التحيز لطرف ضد طرف. أنا أشرح قانون فقط، لا أتحيز للزوجة ضد الزوج ولا العكس، لأن ماليش مصلحة ولا أعرف الزوج ولا أعرف الزوجة، وكل واحد ربنا يكرمهم ويوفق ما بين الناس كلها في حياتها الزوجية وتكون مشاكلهم تنفض على خير إن شاء الله. النهاردة مقابل لحلقات التطليق الطويلة اللي فاتت هنتكلم في حاجة مهمة وهي الطاعة. الطاعة إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الطاعة، وهنبحث في أول ما نبحث في موضوع الحلقة زي ما احنا بنتكلم في كل حلقة بنتكلم عن المفهوم، وهو مفهوم الطاعة. في كل حلقة نتكلم عن مفهوم أي موضوع أو أي سبب في الدعوة. النهاردة الطاعة، بنتكلم عن مفهوم الطاعة. مفهوم الطاعة وهو امتناع الزوجة عن الدخول في كنف زوجها، هو ده امتناع عن الطاعة. وفي هذا السياق تعتبر الزوجة ممتنعة دون وجه حق عن طاعة زوجها إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة إلى منزل الزوجية. زوجة غضبت وخرجت من منزل الزوجية أو تركت منزل الزوجية وبعت لها الزوج عشان تعود إلى منزل الزوجية إلى طاعته ورفضت، إذن هنا موضوع الطاعة، رفضت العودة إلى منزل الزوجية. كل الأحداث دي طبعا إذا حدثت بصورة ودية، طبعا عشان ندخل بصفة رسمية ناحية المحكمة يبقى لابد هذه الإجراءات أن تتم بصفة رسمية أيضا. إزاي؟ لابد أن يكلف الزوج زوجته بإنذار على يد محضر بالدخول إلى طاعته، وللزوج حق الاعتراض على ذلك أيضا، وهنوضح ده ازاي. الاول لابد للزوج ان ينذر الزوجة بموجب انذار على يد محضر موجه منه لزوجته بتكلفة الى الدخول الى طاعته بمنزل الزوجية على ان يكون شرط اساسي بقى صلب انذار. الانذار انذار طبيعي زي انذار تكليف، انا فلان الفلاني ومحل مختار كذا انتقلت واعلنت فلان الفلانية اللي هي الزوجة وانظرتها بالاتي، ويقول بقى التفاصيل بتاعته العلاقة الزوجية وانها خرجت من منزل الزوجية بتاريخ كذا كذا كذا، وان هو بينذرها للعودة الى منزل الزوجية. وبيحدد بقى اللي انا عايز اشير له ايه اما بذكر الكلام ده، لابد له انه يحدد في الانذار او انذار التكليف ده لابد ان يحدد منزل الزوجية، وزي ما بقول دايما في كل حلقاتي سواء مدني او شرعي كأنه بيصوره على الورق، الشقة الكائنة في العمارة رقم كذا في شارع كذا في مدينة كذا محافظة كذا وحدودها كذا، الشقة المكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ وكاملة التشطيب ومفروشة بفرش مفروشات الزوجية أو بأساس الزوجية، يعني يوصف الشقة كأنه بيصورها في الإنذار. ليه؟ عشان يثبت في تكلفها بالعودة إلى منزل الزوجية أن هناك منزل زوجية محترم
تستطع فيه الزوجة العيش عيشة كريمة ومحترمة مع زوجها، ومع ذلك هي اللي بتعترض بدون وجه حق. يعني مفيش عيب في منزل الزوجية، العيب ان هي اللي رافضة تعود لمنزل الزوجية. ده موضوع الانذار، ويؤكد من خلال سياق او انذاره ان المنزل امين، تأمن على نفسها في المنزل، وتأمن على مالها في المنزل، وتأمن على عزلها في المنزل. ده مش كده كمان، لابد ان يكون منزل الزوجية حر منفصل بعيد عن أسرتيهما، وألا يكون مشغول بسكن الغير، ما يكونش جايب حد من قرايبه معيشه معاه، ما يكونش جايب حد من اخواته، حد مش عارف ايه معيشه معاه، يبقى ده مشغول المنزل بسكن الغير، الزوجة مش عارفة تعيش براحتها في منزل الزوجية. لابد ان الزوج يعمل انذار كما ينبغي، زي ما بقول كده وانا بتكلم في حق الزوجة اهو، مش في حق الزوجة بس، لابد ان الزوج يعمل انذار صح، يثبت فيه ان هناك منزل زوجية، زي ما انا لسه بقول يصوروا في صلب الانذار منزل محترم تعيش فيه الزوجة عيشة كريمة، ومع ذلك هي اللي بترفض. لابد يقول الكلام ده في الانذار. وبيعلنها بموجب الانذار على يد محضر، والانذار ده اما بتستلم بشخصها او من ينوب عنها او من يقيم معها من اهلها واشقائها او اي شيء او اي حد من تابعيها استلم الانذار بالنيابه عنها، لابد ان يصلها العلم بهذا الانذار باي وصف من هذه الاوصاف. يعني لا شخصها يستلم بشخصها او من ينوب عنها او اي شيء حد يقيم معها او اي حد تابع لها، زي ما بيحصل في القرى او في الارياف، وبيستلم الغفير الاداري بتاع الناحية او شيخ البلد ويقول لك تابعه فلان الفلاني هو المسؤول عن توصيل الانذار له. طب الزوجة استلمت الانذار او التكليف اللي هو التكليف بالرجوع الى منزل الزوجية، استلمت الانذار هتعمل ايه بعد كده؟ احنا قلنا الزوجة هو اتكلمنا في حال الزوجة هو اللي بيبتدي الحالة، هو اللي بدأت الحالة بالانذار. طبعا كالعادة من تاريخ ما استلمته بتلجأ لمكتب تسوية الأسرة بتحرير طلب في تسوية الأسرة باعتراضها على الدخول في الطاعة على الإنذار الوارد لها بتاريخ كذا كذا، عشان يتحرر تسوية في مكتب تسوية الأسرة عن هذا النزاع، وعشان لابد ان هي تاخد شهادة بعدم التسوية بترفقها في ملف دعواها وتعتبر مستند مستندات قبول الاعتراض شكلا. في هذه الحالة بتقوم الزوجة بالاعتراض على الدخول في الطاعة بصورة رسمية بدعوى اسمها الاعتراض على الدخول في الطاعة. صحيفة الدعوة عادية خالص، بعد ما لجأت للف التسوية وجابت التسوية بتاع القصة، شهدت التسوية بان فيش تسوية، لم يحدث تسوية، بترفق الانذار اللي جالها من الزوج وترفق شهادة التسوية صحيفة الاعتراض على الدخول في الطاعة. طب بتكتبها زي الصحيفة دي، ما هو ده اهم حاجة، ده صلب الموضوع. بتحدد زي صحيفة اي دعوة طرفين، المدعية او المعترضة الزوجة، المدعي عليه او المعترض ضده الزوج، كلهم بعنوان، وطبعا بترفع الدعوة ايضا في محكمة الاسرة في موطن المدعية او المعترضة اللي هي الزوجة كعادة دعوة الاسرة. احنا كل دعوة بنحددها. بتعمل بقى واعلنته بالاتي، وبتكتب في اعتراضها ان هي وصل الانذار بتاريخ كذا كذا كذا، وان هو قال في الانذار كذا، قال في الانذار، بتعدد الاسباب اللي ذكرها في الانذار وتدحضها في الاعتراض، او تقول ايه الصح وان كلامه ده غلط في الاعتراض، بتقول ان مسكن الزوجية اللي هو بيتكلم عنه مش موجود فعلا على الطبيعة، مسكن الزوجية فعلا مفهوش تشطيب، مسكن الزوجية يستحيل العيشة فيه لان هو غير متمتع بالمرافق اللي تعيش فيها حياة كريمة، مسكن الزوجية مشغول
بسكنة الغير من أهله أو بسكنة الغير من الأصدقاء أو من أسرته أو أخواته أو أي حد يشغل منزل الزوجية بحيث أن الزوجة مش قادرة تعيش حياة مستقلة وتحس فيها أن هي في بيتها مستقل. كل الاعتراضات اللي عند الزوجة على الدخول في طاعة زوجها ترد عليها في الإنذار وبتقدمها في صحيفة الاعتراض بتاعتها وبتطلب في النهاية تكليفها إيه؟ عدم الاعتداد بإنذار الدخول في الطاعة المؤرخ كذا 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 الموجه من المعترض ضد الزوج اللي هو الزوج ضد المعترضة اللي هي الزوج. ده الاعتراض صحيفة الاعتراض على الدخول في الطاعة. طب ليه احنا عمالين نأكد على الاعلان تستلمه؟ ليه عمالين نأكد على تاريخ اللي هي الانذار يتكتب؟ وليه نعمل التسوية بسرعة عشان لنا مواعيد؟ لان عايزين نحط بين قوسين اللي هنقوله ده مهم جدا وخطير. هو ده مكمن الخطورة في موضوع الاعتراض على الدخول في الطاعة. كل هذه الإجراءات لابد أن تتم في خلال 30 يوم من استلام الزوجة إنذار الدخول في الطاعة. تاني، نقول تاني عشان نفهم، عشان لازم نفهم. كل الإجراءات في الاعتراض على الدخول في الطاعة لابد أن تتم خلال 30 يوم من تاريخ استلام الزوجة لإنذار الطاعة، لأن ده تاريخ علمها اليقيني بالدخول في الطاعة، بإعلانها بالدخول في طاعة الزوجة. بيسري معاد 30 يوم من هذا التاريخ تعترض فيهم وتعمل كل إجراءات الاعتراض في خلال 30 يوم مدة سقوط. يعني ما تستناش 30 يوم لما يعدوا وبعدين تبقى تعمل الاعتراض. 30 يوم مدة سقوط، لازم الاعتراض يتم خلالهم ما ينقضوش، ويعلن المدعى عليه المعترض ضده الزوج بصحيفة الاعتراض. بتاخد صحيفة الاعتراض من قلم الجدول في محكمة الأسرة بعد سداد الرسوم وبعد ختمها كإجراءات الدعاوى العادية، وتاخدها تسلمها لقلم محضر الأسرة، وقلم محضر الأسرة بيحدد لها معاد تروح تسلم الصحيفة مرة أخرى، وتروح تسلم صحيفة الاعتراض بعد إعلانها للمعترض ضده الزوج عشان تقدم أصل الصحيفة للمحكمة في الجلسة المحددة لهذا الاعتراض. كده احنا عملنا الإنذار وعملنا صحيفة الاعتراض، وزي ما بقول لابد من اني احط بين قوسين وتحتها خط احمر عريض كده، 30 يوم مدة سقوط كل اجراءات الاعتراض على الدخول في الى طاعة الزوج لابد ان تتم في خلال 30 يوم من تاريخ استلام الزوجة الإنذار. وقلت ان في جزئيات مهمة ان هي بتعترض عليها او بترد عليها، زي عدم ملائمة مسكن الزوجية الوارد بالانذار اللي هو كتب الزوج، عدم ملائمة مسكن الزوجية، عدم ملائمة المسكن شرعا لعدم وجود المرافق، يعني مثلا المسكن اللي هو محدده ده ما فيهوش حمام، ان يكون مسكن الزوجية بالشغل بسكن الغير زي ما انا قلت مشغول بيهم، يعني عنده اخواته عايشين معاه او ابوهم عايشين معاه وقاعدين ينغصوا حياتها. كل الامور دي بتطرحها في صحيفة الاعتراض. كمان ان الزوج كل شويه تلاقيه عمال ياخد حته من منقولات الزوجيه رايح يبيعها، بيجيب بيها بانجو، بيجيب بيها بيصرفها مش عارف ايه، وان هو ايه مبدد منقولات الزوجيه او خد ذهبها وبدد المصوغات الذهب. كل هذه الامور اللي هي لا تامن فيها على مالها ولا على نفسها، كل هذه من الاعتراضات على الدخول الى طاعه الزوج بتطرحها الزوجه او تذكرها في صحيفه الاعتراض وتوضحها امام المحكمه عشان تؤكد للمحكمه انها تستند الى اسباب قويه واسس قانونيه وشرعيه للقضاء بطلب القضاء لها بعدم الاعتداد بانذار الطاعه وعدم دخولها في طاعه زوجها في منزل الزوجيه المحدد في انذار الطاعه. طيب هي دلوقتي صدر لها
كل بعد ما الزوجة والمحكمة هنا في تداول الدواء بتعمل ايه بقى؟ بتندب احد المختصين من الأسرة من المحكمة بمعاينة مسكن الزوجية وتحرير تقرير عنه. مسكن الزوجية بيكتب تقرير عن مسكن الزوجية عما إذا كان يصلح أو لا يصلح. يعني بيكتب فيه إيه؟ بيعين المسكن كله ويشوفه هل اللي الزوج كتبه في إنذار الدخول في الطاعة صح؟ هل اعتراضات الزوجة صح؟ هل المسكن ما فيهوش حمام؟ هل المسكن مشغول بسكن الغير؟ هل حاجات كتيرة قوي، مسكن غير آدمي، مسكن مثلا هو مش جايبها من فيلا وما عدا في أوضة فوق السطوح، مسكن لا يليق بمسيلاتها في الحياة. كل هذه الأمور بيقوم الموظف المختص بإجراء المعاينة وتحرير تقرير عن مسكن الزوجية، يرفعه ملف الدعوة أمام المحكمة. عشان في هذا الإطار إذا تأكدت المحكمة من اعتراضات الزوجة على ما ورد في إنذار الدخول في الطاعة تقضي بعدم الاعتداد بإنذار الدخول في الطاعة المورخ كذا 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 واعتباره كأن لم يكن، يبقى كأن ما فيش لا في منزل طاعة ولا دخول في الطاعة. طيب ايه نتيجة الاعتراض او نتيجة عدم الاعتراض؟ حاجة مهمة جدا، وعشان كده عمال اقول نحط بين قوسين وخط احمر تحت الـ30 يوم. لو عدوا الـ30 يوم وما اعترضتش الزوجة من تاريخ استلام الانذار، 30 يوم عدوا وما اعترضتش خلالهم، اصبحت من حق الزوج إيقاف نفقتها واعتبارها ناشز بعد انقضاء 30 يوم. لا اعترضت ولا رجعت منزل الزوجية. هو بيثبت الكلام ده، يثبت ان مدة الاعتراض انقضت ولم تقدم اي اعتراض في المحكمة ولم تعود الى منزل الزوجية. بيثبت الكلام ده. ممكن يثبت الكلام ده بمحضر اثبات حلف الشرطة بشهود من الجيران او شهود من اي حد ان الزوجة ما زالت غضانة وما رجعتش منزل الزوجية، وكمان بيجيب ما يفيد من المحكمة ان لم يتم الاعتراض على الانذار تكليف بالدخول في الطاعة. اصبحت تسقط نفقة الزوجة وليس لها حق في من هذا القبيل في النفقات او اي شيء من هذا القبيل طرف زوجها، ما تقدرش تطلبه باي حاجة من الكلام ده لان هي خارجة عن الطاعة وما لهاش حق في اي ردود اخرى طالما انقضت المده اللي بين قوسين الـ30 يوم. طيب ده في حاله لو ما اعترضتش وعدت المده القانونيه. طب نفرض ان في خلال المده القانونيه زي ما بنحكي كده اعترضت وتم التحقق من الاعتراض، المحكمه تحققت من الاعتراض والمحكمه ارسلت الموظف المختص أجرى المعاينة على مسكن الزوجية وكتب تقرير المحكمة بصلاحيته أو عدم صلاحيته، التقرير اللي هتاخد بيه المحكمة. إذا ورد التقرير وقال المسكن صالح يبقى في الحالة دي يرفض اعتراض الزوجة، تقضي المحكمة برفض الاعتراض قبوله شكلا عشان تم في الميعاد القانوني اللي هو الـ30 يوم، ورفضه موضوعا مش من حال اعترض لان المسكن مناسب والمسكن مية مية وكل حاجة وكل الاعتراضات اللي قالتها اعتراضات غير صحيحة وليس لها اساس لا شرع ولا قانوني، وعشان كده المحكمة رفضت الاعتراض. تمام، يبقى في الحالة دي اعترضت في الميعاد القانوني واعتراضها اترفض، يبقى لازم تسلم نفسها لزوجها في منزل الزوجية تنفيذا للتكليف بالدخول في منزل الزوجية. في حالات كتير بتحصل، يعني في طرائف ساعات تحصل في المحكمة في هذا الأمر بنشوفها في الحياة العملية. لما تيجي الزوجة تلاقي ان اعتراضاتها ملاش أساس وان اعتراضاتها مجرد عوج على زوجها وان هي عايزه تشغله وتلعبه شويه في المحكمه، تقوم تعمل ايه؟
تقوم جاية في المحكمة قدام القاضي وتقول له أنا جاهزة باشا، عايزة أروح لجوزي بيت الزوجية. هي عارفة بقى إن تقرير مسكن الزوجية جه ضدها، وعارفة إن هتخسر الاعتراض وهتخسر كل حاجة، تقوم تسلم نفسها لجوزها قدام المحكمة وتقول له أروح معاه النهاردة، عشان يبقى حرقت عليه كل الإجراءات دي وما اتحسبتش عليها حكم بالاعتراض، يبقى اصطلحت خلصت صوت شغل من شغل ايه دهاليز ولبط المحاكم اللي بيحصل في المحاكم. وفي الحالة دي اللي انا بقولها دي، ان على المحكمة عند نظر الاعتراض او بناء على طلب احد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار العلاقة الزوجية وحسن المعاشرة، زي ما أنا لسه كنت بقول دلوقتي، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وتحول طلب الزوجة، ما ممكن الزوجة تعمل إيه أما تلاقي الموضوع وصل لكده، تقوم مع والتقرير قفل ضدها والحاجات دي اللي احنا حكيناها، تقوم طلبة تعديل طلباتها لطلب تطليق لأي سبب من الأسباب اللي ذكرناها في أسباب دعوة التطليق، عشان تغيير مسار الدعوة وتتحول الدعوة من مسار لمسار آخر. كل هذه أمور بتبحثها وتتعرض لها في دهاليز المحكمة في المحك العملي اللي احنا دايما نقول عليه، اللي هو مصنع الخبرة والملكة القانونية للمحامي. وطبعا زي ما انا قلت من شوية بشأن الاعتراض، اذا ثبت المحكمة واقتنعت بالاسباب اللي اوردتها الزوجة باعتراضها، التقضي بقبول الاعتراض شكلا وعدم الاعتداد بانذار الدخول في الطاعة الموجهة اليها من الزوج المورخ كذا كذا، مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحامة. واحنا شرحنا طبعا الانذار بيتم ازاي، وشرحنا الاعتراض عليه بيتم ازاي. طب في جزئية مهمة كده، الزوجة عملت اعتراض زي ما شرحنا وقالت ان في اعتراضاتها اسبابها ايه وطلباتها ايه والمحكمة قضت لها بيه، على طول تتوجه الى ألم محكمة الاسرة بعد صدور الحكم، تطلع صورة رسمية من الحكم، صورة رسمية من صحيفة الاعتراض والإنذار، كل شيء في دعوة لاعتراض يبقى معاها صورة رسمية منها. ليه؟ لأن أحيانا بعض الأزواج اللبط بقى، مش الزوجة اللبط اللي بتلعب، لا الأزواج اللبط بقى، عايز يلعب جزء، يوم كل ما يخسر اعتراض او يقضى في الاعتراض لصالح الزوجة، يقوم يعمل ايه؟ يعمل لها انذار تاني بتكليف في الدخول الى طاعته في منزل زوجية، يحدده مرة تانية، يحدد لها منزل زوجية تاني غير المنزل اللي خدت عليه حكم بقبول الاعتراض. في حالة وجود المستندات الرسمية دي معاها بتقدمها في الاعتراض الجديد، ما هو لازم تعترض برضو على الانذار الجديد، بتقدمها في الاعتراض الجديد للمحكمة عشان تثبت سوء نية الزوج وتلاعبه بالإجراءات القانونية في تحديد أكثر من موطن زوجية بدون سند، لأن هي لما عاشت في منزل زوجية واحد، ما عاشتش كل يوم في منزل زوجية، بتقدم كل هذه الأوراق الرسمية في الاعتراض الآخر عشان يقضى لصالحها في الاعتراض، وهنا بتقفل الباب على الزوج في التلاعب بهذه الإجراءات. مهم جدا الحكاية دي قوي، لأن بتحصل عملا في المحاكم ويظل الزوج في تكرار عملية إنذار التكليف بالدخول إلى الطاعة، ويحدد موطن زوجية في كل مرة غير الموطن السابق عشان تقبل علته في رفض الاعتراض وإجبار الزوج على الدخول في طاعته أينما يكون. وإذا حافظ الزوج على حقها بهذه المستندات، يبقى في الحالة دي قدرت تقف في الاعتراض الجديد إنه يترفض زي الاعتراض الأولاني، وتثبت زي ما قلت سوء نية الزوج في التعامل معها
وان عشرته معاه. بالعكس ده لما تتبع وتتخذ هذه الاجراءات والاحتياطات زي ما قلت تستفيد بيها لو هي حركت دعوة تطليق لسوء العشرة او للضرر والاساءة ان هو بيتعمد ذلك، وتقدم دي كمستندات تستأنس بها المحكمة في الاستدلال على قصده الاضرار بالزوجة وعدم التعامل معها او العشرة الصحيحة السليمة الشرعية. ده زي ما انا قلت كده لازم تستخرج مستندات الاعتراض الاولاني عشان هيحصل ويقرر. بعض الازواج بيعملوا كده، يقرر بعد ما يخسر الاولاني يقرر انذار تاني بموطن تاني او موطن زوجية تاني غير موطن اللي خسر عليه عشان يغير عليه الاعتراض. بكده احنا نكون يعني وضحنا كل نقاط الطاعة، ونقول ان في زي ما عمال اقول بين قوسين وناخد خط احمر في ميعاد سقوط 30 يوم لابد الزوجة تعمل حسابها عليهم، ولابد من المحامي يعمل حسابها عليهم. يعني ايه؟ مجرد ما تستلم الانذار في نفس اليوم او على الاكثر تاني يوم تروح بيه للمحامي بتاعها عشان يبدأ في اتخاذ اجراءات الاعتراض بسرعة عشان مدة الـ30 يوم ما تنقضيش دون الاعتراض. لابد انها تاخد الانذار وتروح للمحامي هتقول له انا جالي الانذار ده النهاردة، هيبتدي هو اتخاذ الاجراءات من تاني يوم في مكتب التسوية ويبتدي يحضر صحيفة الاعتراض عشان كل ده لازم يقام الاعتراض كدعوة في المحكمة الاسرة ويتعلن صحيفة الدعوة، وكل اجراء من هذه الاجراءات لابد ان يتم خلال الـ30 يوم اللي هي مدة السقوط اللي عمال عيد وزيد فيهم. لازم نخلي بالنا من الجزئية الخطيرة دي عشان ما يسقطش حق الزوجة في الاعتراض ويسقط حقها في نفقتها وفي حقوقها لدى الزوج وبيعتبرها بعد ذلك الزوج ناشز. اعزائي ارجو ان اكون قد وفقت في شرح كل جوانب الطاعة من الانذار والصحيفة والمدد وكل الظروف والشروط المطلوبة لها.